ايطاليا. شلك بايطاليا؟ مش ابنك بفرنسا؟ ولك هو اخذنا على ايطاليا فرجينا عليها. وحلوة ايطاليا. شو حلوة بتجن؟ اخي ايه برمناها ارني ارني، حتى رحنا شفنا البابا كمان. ليش المرحوم بيك بعده طيب؟ ولي ولي البابا، البابا تبع الكنيسة. هذا اللي بيلبس دشداشي بيضا وبيحط طقوس على راسه. ايه هو رحنا شفنيه. هيدا بتسموه البابا. ايه ومرته شو بتسموها؟ الماما. ولي هيدا ما بيتجوز، كل عمره ما بيقرب على النسوين، بيضلوا بتول يعني. بيضلوا بتول، بيقربش على النسوين. بيقربش على النسوين. تشوفي البابا اللي عندي يعني لك. والله لو عندنا بالاسلام بيحطوا بابا، ابو حسين بيطلع اهم بابا والله. ما علينا، شو بيشتغل البابا؟ لك هيدا خليفة مار بطرس. خليفة مين؟ مار بطرس اللي معه مفتاح الجنة. هلا مار بطرس وحده معه المفتاح، ولي بلكي ضيع. شو بتعمل؟ ضلكم برا؟ ايه دخلك انت بهالحكي؟ دخلك ولي كيف بده يضيعوا هاكي؟ ايه شو بعرفني انا؟ كل عمري بعرف انا بمربط، شو بعرفني انا؟ ايه ليش انتو بالاسلام مين عنده مفتاح الجنة؟ نحن بالاسلام كل مين معه مفتاحه بنفتحه من كل.